بعد غياب عن الساحة الفنية لعقدين من الزمن، أنا لسنوات الإشهار لصاحبه الفنان عثمان عريوات أن يرى النور بعد مقاطعة لم ترضخ إلى أي تفاوض أو مساومة عدا رفع التجميد عن الفيلم. وزير الثقافة عز الدين مهوبي مساء الأحد في تصريح لوسائل الإعلام يكشف عن اتفاقه مع عثمان عريوات على إكمال تصوير الفيلم وعرضه. الفيلم الذي أحدث جدلا كبيرا قبل عرضه أو حتى الترويج لمقتطفات منه يعالج قصة زعيم قبيلة مهوس بالسلطة بمزيج من الجد والهزل، يصور تصرفاته الغريبة والاستفزازية لينتهي الظلم أخيرا بثورة سكان القرية عليها. عرقلة إتمام الفيلم وعرضه يرجعه البعض إلى الجرأة الكبيرة التي جسدها الظاهرة عم عثمان كما يسميه مقربوه في دور سي مخلوف البومباردي في فيلم كرنفال في دشرة وتعريته للواقع السياسي في الجزائر. ديرها تربح لنا نسمع النقطة نتاعنا. أعمال رغم تقادم السنين لا زالت تتجدد كل يوم بين الجزائريين، ويكفي أن تكتب اسم الظاهرة عثمان عريوات على مواقع البحث أو التواصل الاجتماعي لتكتشف حجم تعلق الجمهور بها. ولكن نشوف صوتيتها كل نساء جولة للأسئلة واضحة. لا حمد على الشيخ، والله غير لا حمد على الشيخ.